احنا بالي ما مش نحكمه احنا بالتعيينات احنا بيجا مكلم كبوت ليش نكلم كبوت يعطيني من هناك حتى تدخلوا بالبطاريات هذا الناس معناها اللي صار قاعد هابط معناها كل معناها ثقلوا على الحزب هذاك مع هناك كيفاش تحطها قول لي كيفاش تحطها شو تحطها احنا فرحنا كي جبنا وما خلينا قنص العالم ونوشوا من امور ومش هو يسار ومش هو يمين ومش هو نابا ومش هو سبيا امتعنا اصلا سيدي ذكر هذا قنص العالم اللي هو قنص بشقة هنا سلاح بشقة عبد الواحد انا نقول لك راهو شوف ما بس ما كان زل وقت شكون صاحب واحد لا انا نحكي لك انا هو البربيش راه مش انتصار وانت اكثر مني انت تعرف من فوق اما انا نعرف سيرتي راه انا نقول لك لا باوي راه كيجيك واحد انت هذا يقول لي هذا ولا انت هذا متعرف وقت ما تشاتوا الترويكا برشا هبطوا صراولهم والعلي ولا السفيار ولا يوم هبطوا صراولهم في 20 مارس اللي كنتي وقالوا كيجا عشوف لنا الماكلة وجيب لنا الوحدة بديج بدو فيه كيجا في روضة خرا لي فيها انا بعد طلب الماء ما مشيتش وعمر ما نمشي وعمر حتى صدق ولا دقت الباب غاد اما نحكي لك هم نحيو صراولهم ديرك طيب اللي جي جي بي نحيو صراول اللي جي جي بي نحيو صراول ولذا هذكم انتهازية ثم فرق ما بين انتهازي علاش قلت هذا نعرف السيرة بتاعه في تلسل تحب واحد مشو هذا انتهازي بتاع احتلال القوى واحد بتاع احتلال لو شعبان مش اسمه طبعا شوفوهم كان كده حكم نجا تونس اللي وصلت الكفة لينا احنا طبعا شوفوهم دار التونسي مش نوع اللي وحاك مهز على اخوة اللي علم معاه ها؟ شكون؟ خلينا نحن بالله راح هذيك هدف هذي مش دار تونسي هذيك غرفة عمليات انت تعرف في بالكم وقت الانتخابات الدار التونسي هذيك في عقب اللي قاعد عمليات عاملين هذيك راه شو الطلب الموجود هو التحقيق هذيك انت اختار ابو طرابلس لو عندهم اجتماع في الديوان وين؟ وين نصيب تونس اطلاق هو عليها تعيش نظام قوي بلاد ما احنا يا شباب يمكن نحاولوا كيفاش التوانسه ترجع لبعضها خطرنا لبعضها انا حتى على مستوى قريه تبقى في الحيط انا رشمها فهمتني خاطر خدمنا بوعارنا ونكسر في بعضنا ونطيش في بعضنا في الشارع اللي يوصل الاول يخلي خويا يا رب وحتى مره ما عنده وين ياخذ جاني المطار قد يحكي معايا قال لي تهجد فيك قلت له انا عم نهجد فيك عندك مستقبل كويس سياسي عندك اللي هو ما هواش نطلع ونخلي الناس برا هذيك تعملها معنا صحرا معايا انا لا والمقعد هذاك تاع البرلمان راهو تاع الناس الكل راه ماهوش تاع مرته ماشي مرته في انتولات بيع وتشري قلت له حاضر خويا بعث له تصويرتها وملفها وقلت له رجل لك قلت له راهو عبد الوهاب عبد الله وعلاقاتها معاه وسليم راجلها اللي هربت عليه طلقته هي بالقنصليه وكذا قلت له هذا فيك كنت حابب شيء راه يتفرجوا فيه وكانت اتصال خير هذيك غرف مخابرات تاع بن علي اللي شدتها هي هذا كله نعرفه ومش تمشي انت شنو بالعكس انا الملفات تاع الكابينين تاعك تجيك التواصل تاعو تهزها القنصليه تشكي بهم ما نعرف